والله عندي بطاقة السكن. بطاقة خضراء؟ نعم. كملتوها. والله كلته ما كلفت 3000 دينار. شلون كان تعامل الموظفين وياك؟ زين والله متعاملين معانا زينين. شقد طولت؟ ما طولت ربع ساعة. إيه كانت مسدودة ورجعت فتحت؟ إيه نعم، كانت مسدودة بعدين فتحت هي. يعني شفت وقعت ورا ولا لا والله قلنا هسه اكو زعبس بس جينا عليه خالية هسه هي. قام يمشون الناس هي. منظم عادي السلام. لا ما طالب كل شيء. جنسية عراقية. والله ما طولت. يعني ما يعني استلامها ما طولت يمكن 5 دقائق. اي. شنو البطاقة السكن وال الجنسية احوال مدنية وال شو شفت الاجراءات؟ حيل زينه. حيل 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 تسهلون يعني ويا المواطن حيل. تطالبون بشيء؟ لا الحمد لله. والله معامله مع البطاقه الخضراء. كيف صار لك شبه المعامله؟ والله اليوم ما صار لي ساعه. كملت البطاقه؟ كملتوها الحمد لله. شلون كان تعامل الموظفين؟ والله زين حيل زين. كيف كلفت؟ بعد ما انطيت والله اسعد انت. فلوس ما انطيت بعد. 2000 هي 2000 ونص. 2000 ونص؟ ايه. شلون كان الازدحام؟ والله ما اكو زحام بس بالاستخبارات. ايش عندك معامله؟ معامله مال ترجم. صورة قيد خارجية. ايش طول؟ ساعة تقريبا. سلمت مستلمات؟ ايه نعم. شو شفت الاجراءات تعامل الموظفين معاكم؟ والله اجراءات زينة كلش زينة وممنون شكرا للموظفين والاستاذ نبيل ما قصر. طالبون بشيء؟ لا ممنون شكرا. ازدحام اكو ولا ما؟ يعني تقريبا اكو ازدحام بس يمشون المعاملات. عليكم ازدحام وما طولت. ايه ما طولت. العمل بيمشي بسلاسة. ايه بجهود الموظفين نشكرهم جزيل الشكر. والله عندي معاملة مع جواز السفر تالف عندي يوقع ملوم هسعته وانا على اساس موعدي غدا بس رجلي ما اطيق اجي واروح واجي. ايه. والله الموظفين لا ما شاء الله ملاح الحمد لله ملاح ما شاء الله تعاملهم مليح. والله انا كلفني تقريبا 36.